الواجب على المسلم يتبصر وأن يكون على بينة في دينه. فالمشرك مشرك وإن قال لا إله إلا الله، والكافر كافر وإن قال لا إله إلا الله، حتى يؤمن بمعناه وحتى يؤدي حقه كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحق حق. فلو أخذ بحق عمر فهل عمر إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فلابد من حق الإسلام وحق لا إله إلا الله هو التزام بدين الله. ولو قال الإنسان يفعل كل عبادة ويعتقد كل ما وجب الله، ولكنه يقول مثلا مهما بعث ولا نشوف، من مات بعث لا في بعث كفر عند الجميع، ولو أنه يصوم ويصلي ويصوم وليس بشيء، ولو أنها بدا الناس إذا قال إن ما نبعث ولا نشوف ولا جنة ولا نار كفر عند الجميع. وهكذا لو كان يؤمن بكل شيء، ولكن يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو الصائم هو واجب أو صلاة رمضان هو واجب أو الحج هو واجب مع الاستطاعة كفر عند الجميع. فالواجب التنبه لهذه الأمور، وأن يكون طالب العلم على بصيرة، وأن لا يغتر بقول هؤلاء المرتدين هؤلاء الجهلة الضالين هذا يعبدون القبور ويستعيذون من الأموات ويقولون المسلمون. نسأل الله أن رزق الله الدنيا التوفيق والهداية.